في إطار التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، تم تنظيم قافلة معاك من بدري 3 بقرية كفر غنام بمركز السنبلوين ضمن المبادرة التي أطلقها فريق القوافل التنموية لتنمية الريف المصري التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة. تضمنت القافلة كافة التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على 141 فرداً، وأقيمت ندوة توعوية لتعريف الأسر بأنواع الإعاقات والمؤشرات والدلائل الدالة عليها، وتم تقديم الدعم النفسي والأسري لـ30 أسرة من أسر ذوي الهمم والاستماع إليهم وتوجيه الإرشادات لهم.